ترسيخا لمفهوم التطوع لدى شريحة الشباب وتثويتا لقيم العطاء وضمن نشاطات أسبوع العطاء الذي ينظمه مركز مساواة للسنة الرابعة على التوالي، شارك العشرات من الشباب والشابات العرب في أعمال تطوعية في قرية جسر الزرقاء الساحلية. احنا اليوم بجسر الزرقاء بما انها البلدة العربية الوحيدة الأخيرة على الشط، بهمنا كمان انه نوصل لجسر الزرقاء، وكمان انه نقول للشباب والصبايا انه هاي البلد لإلكم، انتم تنتموا لإلها. احنا اليوم في المدرسة الثانوية، وكمان شوي رح نكون في الشط في قرية الصيادين لحتى نعزز مبادئ وقيم الانتماء لدى الشباب لدى الأجيال الشابة. وكان من الملفت حضور عائلة الغاريق رائد محميد إلى قرية جسر الزرقاء في هذا اليوم للمشاركة في الأعمال التطوعية لرد الجميل لأهالي القرية والمنقذة حمام جربان الذين تجندوا بكل تفان وإخلاص ودون أي مقابل مع فرق الإنقاذ للبحث عن رائد في بحيرة طبرية. ذكرنا للمرة المليون إن مجتمعنا بخير، مجتمعنا متكاتف، مجتمعنا هو ليس مجتمع عنف، مجتمعنا لما بيرجع لوصوله مجتمع بجنن، مجتمع كثير بجنن. قلتها وبرجع وبقولها إنه مجتمعنا لما بيرجع لوصوله هاي هي وصول لمجتمعنا، عمل الخير، العطاء، التكاتف، التعاضد. إحنا صحيح خسرنا أخ ولكن كسبنا آلاف الأخوة، هاي حقيقة مش بس مراقبة أو حكي في الهواء. أنا جيت من يافة الناصري، والدافع الأخ اللي أنا أجي لهون ببساطة إنه في نقص بتطور المدارس عنا في الوسط العربي، ووصلت لمرحلة اللي أنا بقول فيها إذا الدولة مش بدهاش تساعدنا في تنظيف وتطوير مدارسنا، إحنا اللي لازم نشتغل ونطور ونساعد في مدارسنا. هؤلاء الشبان والشابات الذين أتوا اليوم إلى جسر الزرقاء بدافع الانتماء وحب العطاء لوطنهم وأبناء شعبهم، والوقفة الملفتة لأبناء المجتمع العربي وتجندهم ضمن مساعي البحث عن رائد محميد وغيرها العديد من الأمثلة التي تعكس الوجه الحقيقي والمضيء للمجتمع العربي والسواد الأعظم من أبنائه وبناته، وهي النقيض التام لتلك الفئة الضالة والهامشية التي تنشط في مجال الإجرام.